منذ أن وطأت أقدامهم أرض سوريا وتركيا لم يغمض لهم جفن سعياً منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإسعاف ما يمكن إسعافه أمام هول الكارثة التي حلت بالبلدين. فرق الحماية المدنية الجزائرية تمكنت خلال ساعات من بداية مهامها من قضاء 9 أشخاص من تحت الردوم وانتشال جثث 25 آخرين. هناك ضحايا تحت الأنقاض نسعى للوصول إليهم بكل احترافية وبكل جهد. تواصل مصالح الحماية المدنية عملها بحلب دولة السودان. فرق الحماية المدنية الجزائرية تعمل منذ وصولها إلى البلدين المنكوبين 24 ساعة على 24 ساعة، ففي تركيا حددت مهامها في قطاع كبير يضم عدة أحياء بها عدد معتبر من العمارات المنهارة. أما في سوريا فوزعت الفرق الجزائرية عبر 4 نقاط بإقليم مدينة حلب، وهي تعمل جاهدة لتقديم يد المساعدة للضحايا المحصورين تحت الردوم. فريق الحماية المدنية يعمل باستمرار وبدون توقف إلى بعد تنصيب مركز قيادة عملي ليقوم بالتنسيق بين الفرق المتداخلة. هي هبة تدخل ضمن التقاليد الراسخة للدولة الجزائرية في مجال التضامن الدولي، كيف لا والأمر يتعلق بدولتين شقيقتين هما بأمس الحاجة لكل مساعدة في هذا الظرف العصيب.